عليك، ازيكم؟ يا رب تكونوا في احسن حال. النهارده نعمل طبق كده عدس حلو قوي مغذي وصحي بالجزر. هنحط مع بعض المقادير. ده العدس عندنا اهو، وغطيته بالميه زي ما انتم شايفين. هنحط عليه البصل، دي حبه بصل، ودي 3 حبات طماطم، وهنا 3 حبات جزر متقطعين، معلقه سكر. هنحطهم بقى على النار واوريكم بعد ما يستوى العدس. بعد ما استوى خلاص هنضربه بالهاند بلندر او بالخلاط زي ما هنا. خلاص اهو، بعد ما ضربته بالهاند بلندر هصفيه واحطه بقى على النار واخففه بالميه. هنا حمرت المكرونه لسان العصفور، كنت طبعا صفيت العدس وزودت ميه، احط عليه كده. هنا بصوا، بعد ما خلاص كده المكرونه استوت، بتكوني محمره التومه اهي، حمريها بالبهارات بتاعتك، كمون، فلفل احمر، فلفل اسود، كزبره زي ما انت عايزه، بتحطي ملحك طبعا وكله. بعد كده بتحطيها كده عليها، خلاص كده بتطفي بقى عليها. يا رب يكون طريقتي عجبتكم، واشوفكم في فيديو جديد. سلام.